في إطار الحملة الاستباقية للكشف عن مرض كوفيد 19 اللي كتقوم بها وحدة اليقظة، وبحكم السياق ديال مناسبة عيد الأضحى المبارك، ارتأت مندوبية الصحة بالتعاون مع السلطات المحلية والجزارين تقوم بحملة الكشف عن مرض كوفيد بالنسبة للجزارين. الحملة كتشمل حوالي أكثر من 600 جزار. بدات الحمله يوم الاربعاء وكنستكملوها اليوم الجمعه ان شاء الله، باش نحاولوا الا كان شي حاله ايجابيه نقصيوها من انها تقوم بالعمليه ديال الذبح يوم عيد الاضحى، وحتى الناس يكونوا مرتاحين نفسيا ان شاء الله نهار العيد الى جاو جزار يكون سليم 100% من مرض كوفيد 19. ورساله للساكنه انهم يركزوا ملي يتعاملوا مع شي جزار انه يبين لهم الرخصة ديال انه سليم صحيا من مرض كوفيد 19. احنا الان موجودين مع اللجنة المختصة بالتحاليل اللي كتوجد الجزارين لعيد الاضحى، وحنا الحمد لله بمساعدة مع السلطة ومساعدة مع اللجنة الطبية كنحاولوا نسهلوا المأمورية وكنحاولوا نبشروا الساكنة بأنه العدد كافي إن شاء الله للجزارين اللي غادي يحاولوا يمروا بأحسن الظروف وتكون العملية إن شاء الله سلسة باش تمر في ظروف حسنة إن شاء الله. الدور ديالنا أننا كنسهلوا المأمورية للسلطات باش كنعرفوا بالجزارين الموجودين في الإقليم. حاولنا إن شاء الله غنحاولوا نوفروا لجميع الجزارين اللي غيشتغلوا هنا في المدينه الجديده اننا نوفروا لهم لي بادج و البلوز باش ان شاء الله الساكنه تحاول تعرف على الجزارين الممتازين هنا في الاقليم. وبهذه المناسبه كنحاول ننوه ان الدور اللي كتقوم به السلطات مع 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 تشاركه مع الجمعيه ديالنا باش نحفزوا الساكنه اننا نحاولوا نبينوا لهم ونوضحوا لهم كيفاش غادي يعرفوا من خلال الوسائل اللوجستيكيه يعرفوا الجزار المبتدئ مع الجزار المهني الحر. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.